بندودة. بربي عندي جوج سؤال لبرهان، شبيك وليت مسلم امرك لربي كي نحكيو ميباخ وواحد وكل ما عادش تجاوب برهان؟ وفات الحكاية مشيت ميباخ مشى كل شيء ما زدتش تجاوب، قال ميباخ ميباخ زيد اعترف اعترف الحمد لله، معناتها في اخر العام بالضغط معناتها اعترفوا به، راهو واحد يستعرف مسامحين السماح وكل باهي، نحن مسامحين يا اخي باش نعدموه ولا حاجه، اما الاعتراف به ديما باهي، مش عكس النصر معناتها، حتى النصر معناتها كان معاهم في سيستم للعنكوش بعد ولا ثوري ترلف وكله تو لعبها ثوري وقال سعيد واعتلف كرامه وشوارع مش مشكل ربي يفضلك. خلي الوحيد اللي قال له هو سي لطفي. يلا نمشيو للامور الجديه ونحكيو على اللي صار في الكامور. التفاصيل سندريلا يلا. شفنا تصاور وفيديوهات يدوروا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي فيها احتقان بسبب ازاله خيام اعتصام الكامور من نهار الاحد. مدينه التطاوين تعيش في حاله توتر، شفنا عمليات حرق للعجالي وغلق طرقات على خلفيه مداهمه الامن، كما تم ايقاف عدد من المعتصمين ومن بينهم الناطق الرسمي للاعتصام طارق الحديد اللي دخل في اضراب جوع وحشي من نهار الخميس. التفاعل كان كبير من عند التوينس اللي كتبوا ربي يهديكم تونس في وضع حرج الحرب باش تجينا وتنجم تصير كارثه كبيره، فما اللي قال هذه نتيجه التهميش والحقره للجهات الداخليه واهل التطاوين لهم الحق في التنميه والتشغيل والرخلة، واللي قال ما زالت الممارسات القديمه والعقليه هي الديمقراطيه غير كلام والباقي يجيبوا ربي. ونوفى بالتعليق هذا البوليس السياسي لم يعتبر من الثوره ولا ينفع معه إلا لغة القوة لا للسلمية. برهان شو عملت الدولة البارحة؟ تدخل أمني لفك الاعتصام، وزارة الداخلية حكيت قالت أنه التدخل هذا راهو كان لإيقاف بعض المحتجين اللي صادر فيهم مناشير تفتيش، ولكن واضح هذه كانت الواجهة والهدف الرئيسي هو فك الاعتصام مرة أخرى للحل الأمني في ظل غياب حلول أخرى. للأسف الدولة لا تملك بيدها حلول بديلة لمعالجة قضايا التنمية اللي في الحقيقة الكامور تمثل مثال صارخ لها المدة هذية، ولكن سيتكرر للأسف في جهات عديدة. حاج بالعيون اليوم مش تدخل في إضراب عام، المكناسي كيف وهذا متوقع مدام الدولة، وهذه مشكلة الثقة بين الدولة والمجتمع، غابت هذه الثقة وانهارت هذه الثقة في الكامور. أكبر مثال لانهيار هذه الثقة عليه خاطرش فما في الكامور الدولة وما أدراك صحت مع المعتصمين منذ سنتين اتفاقية كاملة لم يطبق منها أي شيء، هذا الناس خرجوا قال لك خويا طبق لي الاتفاقية اللي صحح. المشكلة خويا حاسب أنت تمضي وما عندكش معناها الإمكانية بتاع التطبيق، معناها قاعد تكذب على الناس، وكي تكذب على الناس مرة هذه ماهيش ميكرور، أنا نبدأ نقول أي كلام ويتعدى هذاك يتعدى، أما توعد عباد بتشغيل، توعد عباد بإدماج، توعد عباد بتنمية وبعد ما يحصل حتى شيء وكأنك تقول لهم احتجوا واخرجوا أعملوا كي من هكا، وهذا هو يتسمى أكبر خطر على الأمن. راهو أكبر خطر على الأمن هو اللي تعمل فيه الحكومات وقت اللي توعد الناس ولا تنفذ. شكون يحسبهم الناس اللي بعده؟ تو اليوم اللي يصفق فيه مازال كي جاي. لا حكومة سابقة، قايد على حكومة سابقة، ما هي هذه مشكلة الوضعية منذ 10 سنوات، راه حكومة جي بعد كل حكومة تدوم أقصى حاجة عامين ونص، وكأنها صحح مع العباد وسيف البحر، وبالسلامة الحكومة الجديدة اللي بتجي تقول أنا ما نجمش وهذيك كانت ظرفية وهذيك كانت ونفس نفس المشكل صاير حتى مع المفاهمات النقابية، معناها يصحوا على زيادات وجور ومنح وغيره، ومن بعد تخرج الحكومة وتجي النقابة تلقى روحها ما عندها حتى شيء يطبق. شانتي كبير جيت تكلموا قول لك أنا تلوم علي علاش؟ أنا وعدوني، أنا ضحية تحيل. للأسف الدولة ولات تحايل على المواطنين نتاعها، وبعد تقول لهم ما تعتصموش وما تعملوش، واللي عمل المشكلة نمشي نعمل له منشور تفتيش باش نجيبه قال شنو قدام القضاء. يعني إن شاء الله معنا